للي ما يعرفنيش محمد طارق دفاوي كاتب، نحب نتكلم من داخل الفعل الثقافي بيدو. احنا ما عشناش دائما عركة والاخرى واحدة واضحة، عشنا دائما عركة دوبل. في تأكيد الذات بيدو عشنا عركة ان الثقافة التونسية لقيناها مسحوقة بين ما يجي من الشرق وما يجي من الغرب. عركة هذه كانت دوبل مع رواحنا ومع السلطة. توجد الديناميزم في كل مجالات الثقافة، تاع معارضة وتاع مواجهة للسلطة، وأساسا وزارة الثقافة اللي هي بالفعل وزارة الثقافة ثقافة الحكم في إطار نظرية الدولة الحديثة، جات فعلا لضرب المثقفين باعتبارهم ينجموا شكلوا جزء كبير من السلطة المضادة. تعرف المجتمعات الحديثة قائمة على سلطة وسلطة مضادة. وزارة الثقافة في البلدان الكل يعني هي جات سلطة متاع القمع المثقفي. في عركتنا مع وزارة الثقافة ما جات آخر ما جات وسط السبعينات إلا لقينا رواحنا في نفس العركة مع اليسار اللي انتمينا له. هو بيدو يحب يكون قبلز الثقافة، وعيشناها المشكلة هذه وما زلنا عايشينها لتو. والمشكلة الكل أنه أخوي سيبوها المثقف، سيبوه وخليه يتمرمد، أخطاوه خليه يخدم. عملناه البرك في مجلس النواب الكارثة اللي نعتبرها دريمو كارثة. شفنا المشرقي نايب النهضة يتحدث عن الحرية المطلقة للإبداع، وشفنا عمار عمروسية متاع اليسار هكا سيدي خوي مسيبة هي الأمور. زميلي العزيز، لا يا سيدي، يلزم زم ضوابط الإبداع. مينو تديو مي سي لو موند لانفير. سيبوهم المثقفين اللي ينسوهم، سيبوهم، خليهم يخدموا، خليهم يكتبوا، خليهم يعملوا سينما. ما حاجتهمش بتوجيهكم السياسي وبتوعيتكم السياسيه، ما حاجتهم. انا ناطلع عبد العزيز المسعودي، ناشط نقابي وسياسي وشويه صحفي و حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي. أنا والله ما كنتش في الكلام الحقيقة، ولكن استفزني إيجابيا الكلام تاع الشقار وقبيلة مع باير. مس باير لا نعرف ماهيش حتبوك صديقي ونتبع فيه ونعرف. ما هو قبيلة قال قالوا لي راهو بين عمومتك، أنا حطيتنا الكل ديجا في وخوالي زاد كي حاسين معناها فهمنا الميساج احنا. وأنا بالحق راهو الكلام اللي تو شفتوا كيفاش ثم نوعين نتاع معنا فاهم هالنشاط تاعو فيه. دابور سي فري كو لا ريزون كي قالوا الحديث معنا لوديتوار تاعو الموجود هوني اللي كنا معنا من كيش نقولوا هما التروزيام اج تاعو هكا. لا ما عادش تاعو تاعو مزيت في الدوزيام. انا مزيت في الدوزيام هاو اللي عمل لي دي كومبليمون. سي فري ال دونك سي فري كي نتلاقاو اون On a tendance à parler de notre passé. Alors, je vois que Rafir me parle de l'expérience dans les ciné-clubs, etc. Ou le monde qui est en train de se faire, on ne sait pas. Et on a même dans le film. Je ne sais pas. الشراسة ونفس لا ديتيرميناسيون اللي كانت عند أصدقائنا في البيرسبكتيف وقت الكل، ولكن احنا نحبهم. معناها تأثير السياسي ما تمشي للثقافة كي تعمل الفيلم قبل في السيني كلوب. المهم مش الفيلم، المهم هو ما يفتحه من نقاش للتأثير على العباد اللي تحضر لاستقطابها سياسي. هذا شنو معناها الفكان باش الناس اللي يكونوا يشرفوا زاد يوليو قراب سياسي داخل الفكره هذه. ما عادش الخبز سي فريكو على ليبوك. وكما قال تو هو نرجع نحبش نطور خاطر ثم وخيان اخرين يكون يحبوا يتكلموا الوقت قاعد يمر. المشكله نتاع اليسار ونتاع بلادنا والكل هي العجز على مواكبة التطور. تو شفتوا الكلام اللي قاله هو بيرم هذاك صحيح. كيما عاجزين في السياسة مازلنا نخمموا وخيان في اليسار مع كامل احتراماتي لنضالاتهم وتضحياتهم كل توا اون 2018 يناقشوا في السياسة ويفهموا فيها بالأدوات التحليلية والفكرية اللي خدم بها ماركس قبل. خمزات أنا طبقة عاملة معناها القوة بتاعها تتمثل في تجمعات معناها عشرات الآلاف متاع العمال يخدموا في ظروف صعيبة ويتلقاو مع بعضهم متضام. كما قالك تو العباد تخدم، العباد ما
حاجتها بتلفزة العباد توا، أنا من الناس واحد ما عادش عندي تلفزة وعاش هنا نتفرج في العباد ولا تتعيش منعزلة الواحد في داره يخدم معناها يتعامل مع مؤسسة مع كذا وهو قاعد في داره، الثقافة يشوفها في داره، ما عادش يقرا كتاب يشوف في الوحدة في كذا. دونك ثم ولا ثم عزلة اجتماعية مع أون بو بلو معناها ترافيا بيك دي زوتي أنسيان. شنو معناها كما قال هو توا الطبقة العاملة في مفهومها توا، أنا هو اللي تعتبر طبقة عاملة في المنجم والمناجم ولا تخدم. تعرفوا في ديريرمون في مثلا في فرنسا لي شمي دوفير نحاور مع حكاية البريم تاع البينيبيليتي ولا شنو نقرا انتوما كي ذاك قبل نعطيكم فيها وقت اللي يخدم في الشمان دفير معناها يتعب برشا وميكانيزي والكل يخدم معناها كانوا كيما كانوا يخدموا قبل الموظفين ولا الاطارات العليا معناها ينزلوا على ديبوتون ويتمشيوا الامور بالتليكون. العالم تغير وقاعد يتغير اي فيتيس فيرتيجينوس جرون بي. اذا احنا نقعد نخمو معناها بالادوات نتاع قبل باش نغيروا المجتمع ولا باش نعملوا الاشتراكيه تلك الكاليتي معناها انفيزاجي ويلابوري معناها بار لي تيوريسيان كلاسيك مع عظمتهم في وقتها وفي التحليل وفي الظروف، رانا ماشيين في حيط وسبب نمر كما قال لك هو النهضه تخدم توا بالشيء الصحيح، تخدم عندهم ان كابيتال موجود الدين والجوامع والفكر المتوارث. احنا بدنا نشوفوا عباد في اليسار يكون يسار يسار يطرف يضرب يقرب يقرب لل 60 يولي جامع ويصلي على ما ياتي على شو اسمه هو باري دو باسكال معناها اني تو في الاخر على الاقل الحاجه السنين الاخرين ولي نمن شويه باش ما ندبر بقيعه في جنه كان ان استطعتوا لي سبيل بحيث نوزافون بزوان دو معناها الثوابت البلاد حاجتها بيسار بمعنى قوة سياسية قادرة على أنه تفهم الوضع على تتعامل مع المتغيرات على تكون قريبة من الناس. الكلام اللي كان يقول في بيرم إلي إكسترا معناها أكتوال إلي بير أكتوال، وإذا ما تتغيروش إحنا ونقعد نخمو باش نعاودوا التجارب نتاع الجيراسيون اللي سبقونا رانا ما حناش باش نوصلوا لحاجة كبيرة. الفعل الثقافي سيبري ولا بزوان دو معناها نتاع اشياء كيقول لك هو ما حاشيش باش يقول لي شعار حاشي كيفاش تو نطوروا الصناعه الثقافيه كيفاش الثقافه هذه نحطوها في متناول معناها الشعب الكريم الى اخره. نفس الشيء هذا موضوع يعني وفي مخص على هو احنا هذا كل مربوط بالسياسي والاجتماعي يلزمنا يلزم تكون عندنا القدره كسياسيين. وانا الحقيقه باش ما نقولش متشائم يمكن متشائل لاني كسياسي ما عنديش الحق باش نكون متشائم خاطر وقتها يلزمني نشد الدار ونسكت على روحي والكل، ولكن صعوب من الصعوبه بمكان انه في الوقت اللي نشوف فيه هنا في التشرذم والتشظي اللي موجود عليه السياحه السياسيه توا في الوقت الحاضر لا ارى وما ثمش ما ثمش في المسموع ما ثمش بوادر تقول لنا كما صار في جبهه الانقاذ قبل في المعنى في وقت الترويكا اللي ثم تحركات بدات في مجلس النواب بالعدد الاخير نتاع النواب وقتها الديمقراطيين والتقدميين وبالمجتمع المدني قلبنا شويه الوضع توا اوني بلو دون سيت سيتياسيون ميم سي لا سيتياسيون وقتها اللي تي معناها تري غراف اتسيتيرا ولكن توا الي اوتروبوز كيف كيف على غايه من الخطوره ولكن قوى المواجهه لي فور ستركتورونت في المجتمع اللي باش تقدم البديل وباش نجم تقلب الاوضاع ما احناش قاعد نشوفوا فيها ما ثماش ارهاصات جديه. ان شاء الله اللي قاعدين نشوفوا فيه مشروع مواطنون ولا المشاريع الاخرى ولا معناها مع قرب مع ضغط الاحداث، ولكن شنو الخطر اللي يصير في الحاله هذه كونه ضغط الارجانس وصلنا للي عملناه 2014 نجري وراء تكوين جبهه دو بريك دو بروك من هبه ودب عطينا الحرق والكيلو طيح رطل ونمشيو اونكور اون فوا للتوازن السياسي وقاعدين نجبدوا فيه نرجعوا لحكايه التوازن السياسي. لكن بوركوا فيها التوازن السياسي باش نعاودوا نرجعوا اللي عملناها بعد 2014 هنا شوف النتيجه. شكرا. معنا كان في بالنا حركونا الموتى حركونا الموتى بالحق حاجه حركونا الموتى حركنا شكري وعيد وحركنا بعض معنا البراند يعني ما كانش ثم مشروع معنا لو 6 فيفري لو 5 فيفري كنا نسبوا في بعض لو 6 فيفري تلمينا في التفينة دار قبل كنت ديما نقول لصحاب بعض وهذه خش بكم التقابل كان في التفاين وفي الاربعينات
معناها سي سي جينو صغير سي حاجه كي تشوف دونك بيتر لو بروجي تاعو بالحق باش يبدا اون ابري نوتر تو حاجه عاديه سبع سنين ان شونجمون بيتر تاو بيتر في المستقبل الله يبارك فيك يا سي بيرم. بربي باش نسلك فماش امرأة تعاد عبد الرحمن الكافي؟ نعم. فماش امرأة في الأدب اليساري تعاد عبد الرحمن الكافي؟ امرأة مماتي. صحيح. مماتي أقبح من فمها. ما حبيتش نقول هذا. على كل السلام عليكم، اسمي محمد فتح الزرقوني مواطن من العامة. أنا سؤالي يعني بطبيعة الحال ما بعد ما دخل سي مرتضى وسي بيرم على الأدب المنجمي وانا والي السينما، يعني اول كارثه صارت لنا فيلم تلوي اللي كانت فيها نوادي السينما وجاتنا طريف عروشيه مانيش عارف علاش. الناس اللي جدتك اكيد راهي عندها ان غرون بروفيرب مش لازم نسالوه. على كل هو السؤال، اذا بما انه الثقافه كانت بوجهه نظر اليسار والإصلاح التربوي كان بوجهة نظر سي محمد الشرفي، إذا بوجهة نظر اليسار، علاش نتجت عندنا بعد الثورة زوج تطرف بين القذقاذي وبين أمينة فيمن؟ علاش رجعت لنا العروشية؟ علاش الشباب اللي تحكي عليهم أنت الكل اللي تعلموا بإصلاح محمد الشرفي أول ما عملوا نقموا عن الوطن؟ لماذا؟ لا وطنية لهم. وشكرا على الإجابة. اولا من فخت قلت من فخت امينة فيمن وفي باريس بها فرقة واحد معناها نجمش تحط فرد واحد وعبد قاتل معناها لا انا اجتماعية صدر صدر تعمل في اللي تحب هذيك اموره معناها ما نجمش نحطهمش فرد بلاصه بالحق معناها عبد قاتل وعبد مش قاتل تعري اموره بالنسبة لل منعش انا ما خلطش انا مع الشرفي ما خلط على الكونسيكونس تاع منع العمل السياسي في الجامعة ما نتصورش الحكاية في علاقة باليسار الحكاية في علاقة بمنظومة تاع حكم ديكتاتورية في وسط سلو جمهورية كانت تكون في الحريات محمد الشرفي ولا حد شي كبار كان جاي في وسط المستشارين بن علي كل كانوا يسار ما كانش فيهم بالسلام شو معنى يسار هي كتابة نتاع البقيري تحط هو اليسار معناها الله معناها كان هو مثلا وكان هكا ودار على اليمين راشد الغنوشي استاذ فلسفه راشد الغنوشي بعثي في الاصل نجم تسميك الف لا لا بعث وراس كتي بعث لا مش بقولي بعثي مشى لسوريا فوالا من بعد ولا ناصر من بعد تقلب بعد ناصر اي ولا بعثي فوالا في سوريا اي معناها حتى راس غنوش كان استاذ فلسفه اي معناها كيك نجمو لي زيكزامبل هذوما مش خاطر محمد شرفي فهمتني اي اونكور اي اونكور اسكو تشوف ثم حاجات تعملت في شكون البلاد العربيه اللي قاعده تختار تقرا في المعري سامح شكون البلاد العربيه اللي تقرا في السد شكون اللي تقرا على ماركس وهيجل واحد في الفلسفه في إساعة وعطات راهو حاجة تريز امبورتونت مالغري توت التسكير البوسيبل كان ثم ديما بريش نفسه منها اللي خلات دي جينيراسيون عدونا احنا هالفكر هالبروغريسيست توا سي نوتر رول هو الرول تاع الجينيراسيون تاع يمكن ثم راهو جست نعطي رمارك صغيرة راهو انا كي نقول شنو تاع ديما نحكي على المواطن السيتويان لامدا راهو التفكير لا ريفليكسيون السوليد والواحد راهي لازمه لليليت راهي لازمه انا تو كيما قلت قبيله قلت راهو الفون تاعنا باهي اما يلزمنا ان دوزيام فولي تاع فولغاريزاسيون تاع اللي نقولوا فيه فهمتني تصور كان جات عادي فينا في التلفزه تو انا نسكروا الناس الكل ولا عرفت انا راهي تبدلت يا تي انا مرتي محمد جديد قد بك تحكي بالعربيه معناها اللي نحب نقوله بالحق يفو علي فير لا فولغاريزاسيون تاع شكون نجحوا فيه مثلا الامريك لاتين نوعا ما البوديموس نوعا ما زاد فبعد تاعو تاعو شويه سيريزا شويه دونك
الاختار وين تو اللي نحكيو فيه اللي قال قبيله الكلمه المهمه للكونسرفاتيزم سوسيال ما ناخذوش التيران باش تاخذوها مش ديكتاتير لان هذا ما عندها حتى علاقه لا بالاسلام ولا عندها حتى علاقه بالسياسه لا بالاسلام ولا بالسياسه هذا حزب تاع مجموعه اون كونفيرجونس دانتيري كومان كيما نقولوا تقابلوا باش تشدوا الحكم هما من حقهم الاختار مش هذاك الاختار اللي يجينا بولسوران واحد اخر في كيما البرازيل اللي الشعار تاع الحمله نتاعو كلاشينكوف قول تبيركم راه ما تخربوش الحكايه تري ديفيسيل كي تبع لي سيني معناها كي يجي وزير الدفاع يقول الجيش يحظى بثقه الشعب مش مؤسس الدولة ولا يحترم الدستور الجيش يحظى بثقه الشعب الشعب معناها ثم الشعب وجيش ديريكتومون معناها لي انستيتيسيون دو ليتا نيكزيستو با ترامب شكون كان يتصور ترامب شيخ شكون كان يتصور مارين لوبين في البلاد دوزيام تور دوزيام تور وتعارك البونية زاد شكون كان يتصور شو اسمه نتاع ايطاليا توا معناها وزير الداخلية راه وانا نتبع فيه على لي ريزو سوسيو الراجل يهز يحكي فيه في حاجات راه من وراء العقل غزلوا ايميغري تعلم يلبس بدري يقول له فهمت معناها يعني راه ماناش مطلعين من العالم احنا توا توا في الوضع الحالي 2019 يصير لنا كيما من بعد لي سي موا بري لا ريفولوسيون فرونسيز و قتل روبسبير قتل طلع ان بونابارت اجوردوي ماهيش حكايه نتاع والله نعمل سياسه باش نروح الانتخابات لا ما كلكم عندكم صغار غدوا بنتك ما عادش فم مش فمه ما عادش تحلو ما عادش تحرك من هنا لغاديك فوالا انت ماهيش شكون متدخل ولا أنا في الحقيقة كما أخذت الكلمة في الصباح نتيجة محبتي أو تربيتي في دائرة اليسار أو هكذا أعتقد أريد أن أتدخل في مسألة ما سمعته في الثقافة من قبل اليسار أو الثقافة اليسارية في الحقيقة الثقافة إذا أردنا أن نرجع إلى مفهومها الابتدائي أو التبسيطي كما كنا ندرسها لتلامذتنا في قاعات المدارس بصفتي كأستاذ فلسفة التي أشار إليها سي بيرم وأننا لولا دراستنا واطلاعنا لهيجل وكانت وماركس ما كنا لنصل إلى مثل هذا الوعي بمعنى اليسار أقول له ربما في الجنراسيون تاعك أنت لك برامج الفلسفة لو تعود إلى النظر إليها اليوم تجدها صور تاع ستاتيست تاع سقراط وفلاطون يقروا في الفلسفة بالصورة كما كتاب ذاك أقرأ القريد عليه قبل هذا حمار هذا كلب بالصورة فهناك نوع من الهجوم على كل ما هو فلسفي يحتوي على الجانب النقدي الذي تربيت عليه يمكن عندك برشا ما راجعتش البرامج الفلسفية اللي تدرس اليوم ومنذ 10 أو 12 سنة يعني راحت كلها وأنت من بين الناس الذين أعجبوا بالفيجوريزاسيون بتاعهم في الكلام الذي اشتموا منه تلك الشطحات المشروعة والضرورية للفكر أن يكون الإنسان حرا وأن يتلفظ بما يوحي له توحي له به نظرته للوجود فالثقافة عموما من أبسط أبجدياتها أو أبسط تعريف لها هو ما أضافه الإنسان للطبيعة أي ما اكتسبه وما صنعه عبر عملية صراعه مع الطبيعة ومع المجتمع هذا التعريف البسيط للثقافة لكن احنا قد عششت في اذهاننا ثقافة اخرى هي الثقافة الميتافيزيقية هي الثقافة المحمدية هي ثقافة الدين فانا سؤال يمكن سيضحكوا علي اغلبكم الان عندما اسألكم انتم كلكم مؤمنين بربي ومحمد؟ اكيد شنو محل السؤال لا انا سعيد من غير ما تصادر رايك لن تكون يساريا ومهما كانت نيتك حسنه
فاليسارية مهيش لابون فوا، اليسارية هي رؤية للوجود مبنية على النقد أنثروبولوجي لكل نظرية المعرفة منذ أبجدية الأولى إلى ماركس. والماركسية ليست إلا موقف نقدي للإرث البشري، فالذي لا يقرأ الماركسية واليسارية في أبجديتها الأولى ومؤسسيها الأوائل الأكاديمية الأوائل لا يمكن أن يفهمها، ولا يمكن أن يفهم التحولات التي أصبحنا عليها اليوم في عهد العولمة. فالعولمة هي شكل من أشكال الكومونيزم الأنفير، يعني اللي كنا ننعت بها المذهب الشيوعي والأممية والناس كلها كيف كيف ها وعلى العالم كل، هي شوية كانت حلم بعد أن تنتهي الدولة كعلامة من علامات القمع والاشتراكية، عندها تتحول البشرية كلها إلى شيوعية. ثم مسألة أخرى في مفهومنا الثقافي والاصطلاحي لحتى اليسار ومن ثم الشيوعية، احنا حمل امامي وبعض احزاب عندنا غيرت نحت الشيوعية، لان الشيوعية فهمها الوعي الساذج والبريء والبسيط انها كفر. فالشيوعية لا هي الحاد ولا هي ايمان، ستان ترم ايكونوميك ورد في كتاب رأس المال الاقتصادي لماركس، يعني كما نقول في العامية ملكية على الشياع في دائرة الملكية العقارية، اي الاشتراكية في الملكية، سنريانا فورا فيك لدي فينيسون مورال لكلمة شيوعية. وأن حزب العمال أصبح عمال بلا شيوعية حتى يرضى الرأي العام الساذج والبسيط على أن الحزب الاشتراكي العمالي نتاع يعني حمل همامي مهوش شيوعي حتى يرضى ليه الناس العام. أي إليتي في وضعية غير قادر هذا الحزب وغيره على تأكيد أن الشيوعية ليست بهذا المعنى الأخلاقي، ليست بما أنا كتبت كتابا حطيت فيه في الأول، لست مؤمنا ولا ملحدا ولا ثوريا بل يتيم العقل. كتابي اسمه أيتام الجنوب لريف سيدرا مدراني، بوهم هرب عليهم بقاو أيتام ما في نحن، بني سومر وبابل ومصر وكارتاج هرب للريف نور ليؤسس العلم والمعرفة. شكون هو؟ لوغوس العقل. فنحن حضارة بدون عقل، فكما قال مظفر نواب قتلتنا الردة الكل فينا يحمل ضدها، يعني لا تجدنا في مفهوم التطور من خلال علم الطب والبيولوجيا والفيسيولوجيا كما أسس لها العقل العقلاني إبستيمولوجيا في الغرب وأخذتها الآراء السياسية والفلسفية لتبين النظرة الجديدة للكون، أي أن الإنسان هو مبدع حتى الإله والعالم الفوقي في زمن لم يكن يعي أنه هو مبدعه. فأنت تلميذ يخرج من عندك، خلينا من نظريات الكبيرة، ولدي وولادكم يخرج من أستاذ السيونس ناتورال والفيزيك الذي يدري الذي يدرسني بأن المادة تتحرك وتتطور ذاتيا، إن يبا عن كرياتور ولا عن غران دي لكزيستانس، يمشي لأستاذ التربية الإسلامية لا يقول إن الله على كل شيء قدير ويكون يا وقال الكون كن فكان. إحصاء دولي عملته الأمم المتحدة أن العالم الإسلامي 12% من اللي بروفيسور دي سيونس ناتيرال إي دي ليفوليسيون إيسون أنتي إيفوليسيون، لأن الله هو الغران للتطور في الكون. وبالتالي إحنا عندما ننشط ونخرب المجتمع وعندنا بوليس في الأخير اجتهدت ولم تصب عندك دائما اجر. لا يمكن ان نكون اناس يتحمل المسؤوليه. لم تصب اوت، اصبت تسوى ديريجون دي سيتي وتكون صاحب مسؤوليه. اما احنا عندنا نوع من الفوضى في نظرتنا، وبالتالي ان التيه في التفاصيل التي تحدث هنا وهناك في الثقافة وفي السياسة وفي الاقتصاد، أعتقد جازما من خلال 45 سنة كرستها من عمري للبحث في هذه الإشكالية الإبستيمولوجية، أن 99% من البانيك على مستوى العقل هو أن الأسس التربوية والمعرفية في مدارسنا من الابتدائي إلى العالي قائمة على ازدواجية الوعي والتي يغلب فيها هو الوعي الديني. أنا مثلا في هذا العمر في حارتي في جابس في قارتي كذا ما عندي حتى قيمة،
واحد عنده دزيام مهني وامام جامع هو اللي يفتي في الحاره، هو اللي يتبع الراي العام مش انا. ما عندي حتى قيمه، والاف مني وخير مني ما عندهمش حتى قيمه. استاذ فلسفه هذاك وربما يكون كافر كذا. هذا المثل الفو افوار لو كوراج داتر كونتر هذا النوع من الهجوم، وقد بررته الاحداث التي اسميها كذبه الثوره ووهم الربيع الذي اسس لنا جذريا هذه العوده الى ما قبل القرون الوسطى. وشكرا. عسلامة. أميمة جبلوني، مواطنة تونسية وناشطة شوية في الجمعيات. أنا النقطة الأولى اللي نحب نطرق لها هي مسألة التوثيق، تيمونياج بتاع سي مرتضى العبيدي. مانيش كلنا تربينا في عائلات يسارية ولا عائلات نقابية، هذايا تاريخ وتاريخ البلاد ولازم يتوثق. يتوثق من منظوره الواقعي باش الجينيراسيون فيتور تستطيع أنها ترجم التاريخ بطريقة نوصلوه نحن للناس اللي جاية. على خاطر كما قال بيرم محمد الكيلاني رامز من رموز اليسار، انا نسميه المناظر الوحيد لليسار. الناس ما تعرفوش علاش، على خاطر نحن خطابنا باقي كلاسيكي، خطاب قال ماركس وقال لينين. انا نشط في 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 مكتب مركزي بتاع منظمه، حسيت روحي اون ديفازاج افيك ميم ما جينيراسيون. الصباح عملت مداخله افتتاحيه وندعم وندرش باتشيت اصل انا واللي انا نجيبه فك التيار هذاك متاع الشباب ودور الشباب. تلقى روحك تنخرط في ممارسات ضدك انت وضد حتى تصورك حتى للنشاط والا للنضال في 2018. النقطه الثانيه اللي نحب نقولها هي مساله التواصل. صحيح عنا ازمه متاع تواصل ومتاع ايصال معلومه، خطابنا ديما فوقي وديما نحن نمتلك المعرفه ونمتلك العلم. المشكله اللي نعيشها انا كل يوم في المنظمه اللي ننتمي لها، منظمه عريقه تخليني امامون دوني جبت روحي عليها، خاطر ممارسات من با نتاع عام 60 ومن با نتاع عام 70، ممارسات ما ترتقيش انه مواطن بعد ثوره وبعد منظومه الاخلاق كان نجم نسميها جديده، تخليك انت تتعاطى مع مواطن اشتركت معاه في انستونتي في حياتك في حلمه، تتعامل معاه بالطريقه هذيك. الشباب اليوم قاعد يغادر في كل منظمات هذيك اللي في 20 و 30 سنه شنو باش يكون مستقبلها. كي نحن منظماتنا من تلقى روحك اونغروني في صراع اجيال انت في غنى عنه. انا كي يجي لا شونس دو كوتوي ناس نافذت وشدت الحبس، فرصه ما تجيش كل يوم، اما ما نحبهاش تولي لي مشكله، ما نوليش انا متحرج على خاطرني الاقدار والا الحسبه والا المعادله والا اللي نسميوها حطت شاب باش انه يرافق والا يقعد فرد طاوله مع انسان مناضل وكبير. هذه فرصه لازمنا نحن نعرفوا كيفاش نعديوها كل مشعل للصغار هذوك. الناس كل ماهيش عندها درجه الوعي، والا الناس كل ماهيش مستعده انها تضحي كيما ضحى والدينا. دايوغ قالها لو موديغاتور قال لكي تونس ومن بعد تونس في خطر ومن بعد. كي انا را شاب يحرق يقول لك ياكلني الحوت وما نمدش يدي البابا باش ناخذ من عنده حق قهوه والا حق سيجارو، عندنا مشكله. ما نحملش المسؤوليه للناس الاخرين. نحنا انا واحده من الناس مره روحي كان في اليسار، بنت اليسار نحب ولا نكره، اما اليسار نتاع نتاع انك كي تعمل مقترح مكتوب لازمك تتحاسب لا ماهوش هذا. الناس تهرب. علاش نحنا كانوا رفاقنا واصدقائنا في اتحاد الطلبه لقيناهم مشاو لداعش؟ علاش؟ انا المساله نحطها على الطاوله ونناقشها لانه فما خطاب، لانه فما ممارسات ادت للواقع هذايا. المرحله يساريه بامتياز، صحيح ماهوش يسار انا نقولها يسار ماركس ويسار لينين، اما ماهوش مسقط. نحن لانا باش نعملوا ثوره ثقافيه على شكل ما، والا نعملوا ولانا باش نعملوا كومونات باريس، والا باش نعملوا سوفيتات. نحن نجيبوا حاجات مسقطه ونحاولوا نفرضوها. علاش الناس هذي كل ما تخممش وما تتلمش وتنتج تعبيرة يسارية متاع القرن الواحد والعشرين قادرة انها تستوعب الشباب؟ على خاطر الشباب ريال ما كيما قال في الأديان متاعو ما ينجم يكون ينتمي اليسار، يحب الحياة ويحب الجمال ويحب الفن ويحب السينما، ما هوش هو باش ينتمي لتيارات اخرى، لانه التيارات الاخرى قدرت انها تقرا الواقع وتقدم قراءات موضوعيه وقدمت الاجابات والى سو كريي ان سيغتان انتيغي للموجود. هذاك علاش الشبيبه تمشي تنخرط في حاجات اخرين.
نحن كي نلقاو رواحنا جست نكمل نحن كشب نلقاو رواحنا في نعيشوا في مآسي. هو قال في إذا بحذا عمومتك وبحذا عمومتك وخالاتك وعماتك وتتعرض للممارسات تخليك إنك تنفر. الناس كل ما هيش عندها درجة الاحتمال نفسها. وحتى وفي موقع أنا شخصيا رغم التجربة البسيطة متاعي ورغم اتحاد الطلبة والمنظمات والجمعيات كيقوم الصباح وقول يا ربي شاء الله نهجم البلاد ألوغ كو بابا يعمل لي درس يقول لي أنا ما ربي تكشي. هذايا هالواقع هذايا هالنفور هذايا اللي خلقوا اليسار وخلقوا ممارسات أركايك ورديئة إلي بلان طون باش نحطوها على الطاولة ونناقشوها. توا عندنا مانيش مسامح عندنا باستا تنظيمات جدد مش تنظيمات وإلا دوطخ نوفيل فورم ديكسبرسيون اللي هما حركوا الواقع وأقضوا مضاجع السلطة وهما مجموعة من الشباب تحركوا بطريقة تلقائية على خاطر ما فماش هاك الهيكلية الضيقة المسلطة. لقاو كيفاش يسيكسبريم الوغ مانيير وخلقوا ان موفمون وخلقوا اون سيغتان فالور اجوتي نجموا نقيموها في مرحلة ثانية. اما ايزون كري دو موفمون الحاجات هذيا انا بصفتي انا بنتكم الكل وبكل نتعلموا من بعضنا. ماذا ممكن تكون منعرفش بالدراسات اليسار اليوم في تونس احرام ان نسمعوا مشاكل معناتها والقاعده هذه في حد ذاتها انا ممكن نحكي افيك ايموسيون. نحن من اليوم ملمومين لهنا على خاطر فما ناس قدمت وناس تعذبت وناس مشات للحبوسات. احرام انه بعد في 2019 يطلعوا لنا من نحن نحكيوا على الانتخابات بعد فما شكون يقول لك بعد 2019 كان ما طلعش ناس بالكدا يوغا بلو ديليكسيون. احرام انه الناس اللي ناضت واللي تعذبت واللي بسبب خلافات ونقول خلافات اختلاف وجهات نظر توصل الى طريق مسدود باش في الاخر نلقاو رواحنا كما قال هو كما البرازيل والا كما توا اون مونتي دو موفمون دو 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 لا دروات دو بارتو. نحن قدام مسؤوليه تاريخيه ناس كل نخمو مع بعضنا باش نحاولوا نمنعوا ما نجمو نمنعوا. شكرا. ايفون خلال التيمونياج اللي سمعناه اليوم في غياب ثقافه الفكر السياسي في البلاد اليوم ما عندناش في البلاد سياسه ثقافيه ما عندناش في البلاد سياسة اقتصادية ما عندناش في البلاد منوال تنمية ما عندناش في البلاد كذا 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 اليوم وكأني بينا قاعدين أنا وقفنا ونبكيو على الأطلال ها وش عملنا قبل وتوا طلعنا سي بايرة من اليوم يقول لك أخويا راني أنا مزروب يفوني ماريزي يفوني ماريزي تو نصربو لا ديجيتاليزاسيون بقى تاكي كمان تو الموند لي تو 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 لي سيكتور اكتيفيتي. انا شو نقول انه ثم مواطن قوى بالنسبه لليسار اللي تتمثل في اعمال في غياب قاعده قواعد عمل قاعدي في التواصل في غياب شيء هذا شنو نجمو نعملوا احنا اليوم؟ نجمو نطوروا ثقافه الفكر السياسي نجمو نطوروا مساهمات تعاون الوزراء نتاعنا المهمه اللي عندنا باش يعملوا سياسه ثقافيه. انتوا عندنا قداش من عام؟ قداش من وزير؟ هل شفت وزير عمل سياسة ثقافية في البلاد؟ عمل سياسة ديجا كوكور ما عمري شفت وزير عمل سياسة ك دونك في التربية في التعليم في البحث العلمي احنا يظهر لي ثم مواطن قوة اليسار ينجم يشتغل فيهم ويساهم وخاصة الثقافة فوالا ميرسي. معناها المسألة الدينية حاجة ما تطرحش وما تتقلش ما عندناش بها حتى علاقه معناها. فالبوانت دو الدين انا جو بريفير الشعب انفلونسي بابن عربي خير من انفلونسي بابن تيميه. ثم شكون ابن عربي مش تصور التصور قلت ابن عربي خير من انفلونسي بابن تيميه. انفلونسي غسل من عطاء خير. لا كيما ما نعرفوش كيف نجم نحكيو 200 الف اكسبيريونس خاطر لا خاطر لا ما حتى المعتزلة شبيه معتزلة برشا كيف لا معناها خاطر صارت حتى